Gas prices relate to a foreign policy initiative that is about something that goes beyond. بعد أعلان الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع السعودية صواريخ جوجو ومعدات مرتبطة بها، كشفت معلومات جديدة عن أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كي لا يسهم الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات بأذى مدني اليمن. وفي التفاصيل، أشارت المعلومات إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبذل المزيد من الجهد لضمان ألا يسهم الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات بأذى مدني اليمن. فهل يستجيب بايدن؟ هذا وقد زعم تقرير رقابي داخلي أن واشنطن فشلت بتقييم علاقة مساعدتها بمثل هؤلاء الضحايا، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن البنتاغون أشف على 54.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية للسعودية والإمارات من 2015 إلى 2021، لافتة إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين فشلوا بجمع بيانات كافية وأدلة على الضحايا المدنيين أو مراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية للصنع. وهاجم السيناتور إليزابيث وارن وبيرني ساندرز ومايك لي تقاعس واشنطن عن تحديد مدى الدعم العسكري الأمريكي لإلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، واصفا ما يحدث بأنه فشل غير مقبول بحسب ما زعم موقع غولف نيوز. هذا وكان قد شرع مؤخراً مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتحركات بهدف تعطيل أول صفقة أسلحة كبيرة إلى السعودية، وأعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ عن معارضة مجموعة من أعضاء المجلس لصفقة الأسلحة مع السعودية بسبب حربها على اليمن. وقام عضو المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وبيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين بمشروع قانون الذي يهدف إلى عرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار إلى السعودية. كما أكد عدد من المشرعين الأمريكيين انتقادهم للمملكة الخليجية بسبب الحرب التي تسبب بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم بحسب زعمهم. ففي حين أشار بول في بيان إلى أن هذه الصفقة قد تسرع سباق التسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بهم للخطر، ذكر ساندرز أنه مع استمرار الحكومة السعودية بشن حربها في اليمن وقمع شعبها فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة، وذلك بحسب المصدر السابق. وقبل أسابيع كانت قد أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع السعودية صواريخ جوجو ومعدات مرتبطة بها، موضحة أن هذه الصفقة التي تعد الأولى بعهد بايدن تبلغ 650 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تكثيف عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي إلهان عمر جهودها لتعطيل الصفقة أيضاً، حيث قدمت مشروع قانون بمحاولة لسد الطريق أمام صفقة صواريخ من طراز جوجو إلى السعودية.